السلام عليكم خوتي، في هذا الفيديو غادي نوضحوا بالتفصيل وبالدليل يعني بالوثائق فين واصله العمليه ديال فتح الحدود البحريه. وكانت اسف بزاف صراحه الاعلام الاسباني لانه كينشر اخبار يعني زائفه، اخبار لا اساس لها من الصحه. الاعلام الاسباني كيقول تم استثناء الموانئ الاسبانيه، هذا غير صحيح اخوتي، وانتم غادي تعرفوا كل شيء في هذا الفيديو. حنا قلنا لكم كان اجتماع نهار امس الجمعه في 11 ديال الليل، وهذا الشيء هذا كل شيء غادي ننزل لكم بالدليل كما وعدناكم. حنا العمليه ديال فتح الحدود الجويه ولا البحريه كنتابعوها من الاول حتى الاخر، وحنا معكم حتى الاخر حتى يتم الاعلان على فتح الحدود البحريه مع جميع الدول. ما كاين لا استثناء الموانئ الاسبانيه ولا شيء من هذا القبيل، هذا كله كذب وباطل، لانه كاين بيان يعني بلاغ، كاين مذكره من الحكومه المغربيه اللي ترسلات للناس المعنيين بالامر، غادي نشاركها معكم كذلك. اخر ما كاين يعني تم يعني تعليق، تمديد تعليق الرحلات. المهم هادشي هذا غادي نشرحو مزيان اخوتي. قبل ما نمشيو للتفاصيل، كاسو او الطفل ريان هما في المراحل الاخيره اخوتي، حنا خلينا لكم صوره في الكومونيتاد. المهم خليكم معنا وما تخلوش عينا باللايكات، وغادي نشرحوا هذا الشيء هذا بالتفصيل، لان يعني بزاف ديال الاخبار كاذبه كتروج، ولكن حنا عندنا كما عودناكم يعني حنا اصلا ما قلنا لا فتح ولا هذا لا والو، قلنا كاين اجتماع ونتسناو وكنتمناو والله يكون خبر خير واللي كان غادي نشاركوه معكم. اليوم عندنا وثائق توصلنا بها، حنا غادي نشاركوها معكم وغادي تشوفوا كل شيء بالدليل. بالي خليكم معنا اللايكات ونمشيو. السلام عليكم وتحية لجميع متابعي ومشاهدي قناة عثمان برشلونة في كل مكان، ودائما وأبدا كنتمناو تكونوا بخير وعلى خير وبأحسن الأحوال، ونبدأ على بركة الله. كما قلنا لكم سابقا يعني كان اجتماع نهار أمس، وقلنا لكم اللي راه توصلنا بالوثيقة اللي توصلوا بها الناس اللي خصهم يحضروا، يعني الجهات اللي خصها تحضر باش يرتبوا العمليه او باش يرتبوا يعني الميناء واستعدادات وهذا باش يفتحوا، ماشي باش يناقشوا او لا يتفاوضوا واش غادي يفتحوا ولا لا، نو باش يعملوا الترتيبات. يعني ها الوثيقه هي هذه كما كتشوفوا، قراوها مزيان، ها هي بالفرنسيه، ها هي باش ما تقولوش، ها هي الوثيقه كما كتشوفوا هنا، دوزوها مزيان. هادو الناس المدعوين، كتشوفوا الساعه 11 صباحا، كتشوفوا يعني كل شيء واحد عينيكم اخوتي. فالي هذه الوثيقه اللي هضرت عليها هذيك النهار، ها هي فهمنا، يعني ماشي كلام جرائد، هذه وثيقه توصلت بها انا للناس اللي غادي يحضروا هذا الاجتماع باش يفتحوا. ها هي كما شوها مزيان، شوها مزيان ياك اخوتي، بالي حنا ما كنهضروش من فراغ. ها الوثيقه هي اخوتي، قبلوا الاجتماع ما نعرفش شنو طرا. المفاجاه وهو كنشوفوا الاعلام الاسباني كيقول باللي تم استثناء الموانئ الاسبانيه، نو هذا كذب، لم يتم استثناء الموانئ الاسبانيه، بل تم تمديد اغلاق الحدود البحريه مع جميع الدول، جميع الموانئ، ما كاين لا فرنسا ولا ايطاليا ولا اسبانيا شي حاجه، ولكن عملوا لا تاريخ كما كتشوفوا هنا، وها الوثيقه اللي توصلنا بها، البلاغ اللي توصلوا به يعني الجهات المعنيه كما كتشوفوا هنا، تم تمديد اغلاق الحدود البحريه مع جميع الموانئ. مالي ما كاينش الموانئ الاسبانيه ولا، هذا كذب وبهتان وباطل. الناس اللي صحوا المعلومات، هذاك اللي متربص كينقل شنو غادي نقولوا، هذا شوف تم تمديد اغلاق الحدود البحريه كما كتشوفوا هنا، ها المذكره اللي خرجت البارح 2/4 هي كما كتشوفوا هنا. مالي يعني هذا الشيء هذا مؤقتا، ما كاين لا تاريخ لا حتى شي حاجه، ومع جميع الموانئ، وهذا وهذه اخبار ساره يعني ساره، يعني لان داخل فيها الميناء الاسباني او الموانئ الاسبانيه، فهمنا اخوتي، بحال اللي موقفين كاين لا فرنسيه ولا ايطاليه ولا حتى شي حاجه، كاين الرحلات الجويه فقط، ما كاينش اخوتي نهار 7 سات او لا جنوا ولا مارسيليا ولا هذا، نو حتى حاجه. بالي نصي وهذا يعني كيعزوا التصريحات ديال وزير الخارجيه الاسباني اللي حتى هو كيقول، راه نتوما شفتوا بزاف ديال الصحف، هذا كتوضيح فقط، حنا متبعين هذه القضيه هذه مزيان ديال فتح الحدود، ان شاء الله غادي يكون خير،
يعني حنا اصلا ما قلناش باللي صافي وعطينا تاريخ، قلنا شنو كاين اجتماع مهم بزاف ومؤشرات ايجابيه بزاف، وهما دابا وقفوا كل شيء، بالي وقفوا جميع الموانئ، كاين الرحلات الجويه فقط. بالي هنا المذكره مكتوب فيها الاعلان عن استمرار تعليق رحلات نقل الركاب من جميع الموانئ، من جميع الموانئ المتوجهه الى المغرب يوم 6 فبراير. جميع الموانئ، ما كاينش المتوسطه ولا حتى شي حاجه ما غادي تدخل، فهمنا اخوتي هذا الشيء اللي كاين. هنا ري... نعم هنا جوله غير محدده ريثما تتوضح الامور وصافي، هذا الشيء اللي كاين اخوتي. هنا البايس كيقول هنا الفيديو هذا بعدا شوف de la reapertura de sus puertos al tráfico de pasajeros. El Ministerio de Transportes marroquí anuncia que utilizará puertos franceses e italianos para ello a partir del próximo 7 de febrero. Marruecos no. continúa así tensando las relaciones no. diplomáticas y de cercanía no, con no España es deterioradas no. desde la decisión del gobierno de España de acoger... No es verdad, no es verdad. Es que todo esto es mentira. ماشي ماشي بصح تمشوا جميع الموانئ، ما كاين لا اسبانيه ولا فرنسيه ولا ايطاليا. هذا هو القرار اللي خرجوا به البارح، بالي، وهذا ما كيعنيش بلي هما ما غاديش يفتحوا، يعني وحنا قلنا لكم راه ما كاينش تاريخ، ما ربما، ولكن هذا اللي خرجوا به هو هذا، مؤقتا كاتبين، يعني المبرر هو الكوفيد كما العادة، ولكن بطبيعة الحال راه كاينة مبررات أخرى، تفهمنا؟ يعني كاين أمور أخرى، ما نصي، ألغو، ألغو هي شي حاجة اللي ما هذا ووقفوا كل شيء، وهذه راه في حد ذاته راه خبر مزيان. وقفوا كل شيء حتى يتفاهموا ويعلنوا على فتح الحدود كامله، وهذا الشيء هذا كيقول وزير الخارجيه هنا، اذا لاحظتوا هنا بس وزير الخارجيه كيقول لاتي، نعم المذكره هي هذه، ولكن انا غادي نشارك معكم شنو قال. هنا كاينه بزاف ديال المقالات، هنا صحيفه الموندو كتقول مارويكوس اكسلويا اسبانيا دي ريابيرتورا دي سوس بورتوس، نو 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 از فيرداد نو. هنا ولكن هنا وزير الخارجيه كما كتشوفوا الاسباني كيقول باللي نعم ماشي هذا بلاتي هذا هذا هنا هنا انا مشرط عليها هنا كما كتشوفوا. هنا وزير الخارجيه كيقول العلاقه مع المغرب تتقدم وسنرى النتائج قريبا جدا حسب رئيس الدبلوماسيه الاسبانيه. وهنا كيقول وبهذا المعنى أعرب الوزير الإسباني عن ثقته في أن عملية مرحبا ستتم هذا الصيف، هنا كما كتشوفوا هذا العام بعد عامين من التوقف. عطوا أخوتي يعني إحنا الأخبار ما كنجيوش من راسنا ونغني ولا هذا، إحنا متبعين خطوة بخطوة، وأي حاجة غادي نتوصلوا بها إحنا للوالي إن شاء الله وغادي يشاركوها معكم. تم تعليق الرحلات البحرية او تمديد تعليق الرحلات البحريه مع جميع الدول، يعني نهار 7 ما غادي تفتح لا مع فرنسا ولا مع ايطاليا ولا مع اسبانيا مع حتى واحد ولا مع البرتغال. فمن هذه الاخبار الصحيحه بالي، وهذا الشيء هذا بالوثائق وبالبلاغ ديال الحكومه وكل شيء، ما كاينش الاعلام الاسباني ناض وقال باللي راه تم استثناء، نو بالي ما عرفني كيجيبوا هذه الخبرات، وهذا هو الخبر الصحيح وحنا متبعين اخوتي بالي. شنو اخر؟ نعم المذكره حنا ها انتم كما كتشوفوا راه بالبي دي اف مذكره، ها هي اللي وصلتني راه كتشوفوا البي دي اف، ها بي دي اف وكتشوفوا نهار يعني الناس المدعوين والتاريخ وكل شيء واضح اخوتي، فهمنا. نستناو شي حاجه، وما راه انا قلت لكم اذا كان المفاوضات كتكون في الرباط في المكاتب ديال الرباط ولا هذا هادشي هذا كان يا ستاج جمعوه باش غادي يفتحوا كل شيء، هادشي اللي توصلنا به وصي الغو ما نعرفوا. كنظن انا يعني في اغلب الاحوال غادي يكون ربما المشكل ديال سبته ومليليه باغيين يفتحوا معاهم وهذا، المهم شي حاجه ما كاينش اللي حد هادشي هذا ما نعرفوش حنايا، داك كيبقى في السريه داكشي اللي الاسباب وهذا، ولكن اخوتي اخر ما كاين هو هذا بالي، يعني ما كاين لا فرنسا ولا ايطاليا ولا حتى شي حاجه حتى حاجه. الاعلام الاسباني كيقولوا دي تما وبزاف الناس هزوا راه صافي ما غاديش يفتحوا مع نو، وقفوا كل شيء اخوتي، هذا اخر ما كاين فيما يتعلق بالحدود البحريه فالي. اللي هنا نحاول نشرح مزيان بلاتي هنا شوف هنا
شحن كجزء من يعني هذا هو هذا. تظل الخطوط الملاحية للمملكة المغربية مغلقة بعد 6 فبراير بالنسبة لنقل الركاب من وإلى جميع الموانئ المغربية، من وإلى جميع الموانئ المغربية. ما كاينش الاستثناءات اسبانيا ولا فرنسا، نو. هذا الشيء اللي كاين اخوتي، وهذا الشيء هذا بالوثائق كما كتشوفوا هنا. سمعوا هنا النيشان، ما كاينش داك التخربيق ديال هذا ولا نو. كنجيب لكم المعلومه كنتوصل بها كما هي، وغادي نبقى دائما رغم ان في باليه وخي. تفاهمنا اخوتي؟ المهم الى في حين يعني يخرج شي حاجه اخرى جديده اخوتي، دائما انا غادي نبقى نهضر دائما حتى يفتحوا ان شاء الله، وغادي يفتحوا ان شاء الله. وهذا الصيف ان شاء الله غادي يمشيو عبر الرحلات البحريه والموانئ الاسبانيه ان شاء الله. وعقلوا على كلامي، باقي ما كاينش التاريخ، ولكن كونوا مستعدين يعني في اي نهار غادي يفاجئونا بفتح الحدود البحريه، لان الامور دابا على وشك النهايه. سلام اخوتي، هذا اخر ما كاين، وهذا الكلام الصحيح اللي كاين. هلاو لي فراسكم. كنبغي نقول شي كلام ولكن كنقول نو. كنتكي على راسي والله لا سمعتيها مني. الله لي فراسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ربي يا ربي الحبيب اخوتي، دعواتكم يعني في هذا النهار ان شاء الله غادي نسمعوا خبر ديال الخير، وغادي نتشفوا حنا في ذاك الاعداء اللي كيحاولوا يعني يشبروا هذا الكاسو ديال الريان ويخرجوا ذاك الحقد ديالهم. ان شاء الله يا ربي اليوم غادي نسمعوا الخبر ديال الخير. السلام عليكم.